سارة صيدلية أنهت مؤخرا دراستها في كلية الصيدلة بجامعة سطيفة، فمن الحجر الصحي إلى الالتزامات العائلية خلال شهر رمضان، إلا أن سارة تشارك بعض زملائها في صناعة محلول التعقيم بمخبر الكلية. رغم أنه رانا في شهر رمضان المبارك، لبيت النداء وحبيت نكون حاضرة ونشارك الزملاء تاعي والأساتذة في تحضير المعقم الكحولي. الحمد لله وفقت بين العمل لهنا في الجامعة والعمل في البيت. الحاجة الرئيسية هي تنظيم الوقت، نخصص دائما الفترة الصباحية لهنا في الجامعة والفترة المسائية نقوم بتحضير المستلزمات والضروريات في البيت. طريقة تحضير المحلول التعقيمي هذا تتم أول شيء بمراقبة المادة الأولية من حيث الكول إلى الأكسجيني، puis on fait des préparations selon l'OMS. نقوم بتطوير هذه التركيبة ثم نقوم بالكونديسيونمون. جامعة سطيف ومنذ شهر مارس الفارط أنتجت ما يقارب 32 ألف وحدة سلم نصفها، وزعت على المؤسسات الاستشفائية بالولايات المتضررة من جائحة كورونا. رغم الصيام يعني ورغم الكونفينمون يعني اللي راه ضروري، فالطلبة دورا متواجدين معنا بالمخبر وراهم يساهموا ومتطوعين سيمي برودكسيون اللي راهي سلمناها لكل المستشفيات، منها مستشفى الجامعي اللي سطيف، كل زو اس بي دو لا ولاية سطيف، لا ولاية دو جيجل، لا ولاية دو برج بوعريج، لا ولاية دو بومرداس، اي لا ولاية بيان سور اون دو فاك لا ولاية دو بليدا. المساهمة في انتاج المحلول المعقم لم تكن المبادرة الوحيدة لجامعة سطيف، ففي كلياتها تلتقي بموظفين سخروا جهودهم لصناعة أقنعة واقية موجهة للتوزيع المجاني.